فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الرجل الذي حلف باللات والعزى فأمره صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، هل يدل هذا على أنه خرج من الإسلام؟ هذا حسب اعتقاده، حسب اعتقاده. إن كان يعتقد باللات والعزى أنها تنفع وتضر هذا خرج من الإسلام، وإن كان لا يعتقد ذلك وإنما بقي على لسانه هذا الشيء فهذا شرك أصغر، وسيلة من وسائل الشرك، فيطهره بالتوحيد. أنتم تعرفون أن الطهارة من الشرك تكون بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي الطهارة من الشرك، كما أن الطهارة من النجاسة والحدث بالماء طهارة من الشرك بكلمة التوحيد. نعم.